كميل مبارك مبارك، العمر 75 سنة، المهنة إذا بدك تسميها مهنة كاهن. عرف عن حالك بكلمة. كاهن اختاره الله لخدمة الناس. أحسن صفة فيك. ما بسمع. أسوأ صفة فيك. لما بسمع غلط. مثالك الأعلى بالحياة. سيدنا يسوع المسيح. مقولة بتآمن فيها. تفرحوا مع الفرحين واحزنوا مع الحزان. مين إله فضل عليك؟ أمي وبي. على مين إلك فضل؟ ما إلي فضل على حدا. خطأ ارتكبته. دائما برتكب أخطاء، بنسى أمتين عملتها وبنسى شو هي. بتتناسى أو بتنسى؟ بنسى بالمرة. أبونا. بنسى. أقرب شخص لإلك. أختي سور مادلين، الراهبة سور مادلين. أحلى هدية تلقيتها. ألم. من مين؟ من مجموعة عديوني ألم لأهديهم كتبي. وقع بهذا القلم على كتبي لأهديهم إياه. أكلتك المفضلة؟ لوبي بزيت. بس بزيت؟ بس. متبلة؟ لا، لوبي بزيت. بكيت فرح لما؟ بكيت فرح لما ارتسمت كاهن. بكيت حزن لما؟ لما ماتت أمي بكيت حزن. وبيك؟ لا ما بكيت، لأنه بي كان يرفض أنه نبكي. كلمة ما بتنساها؟ كلمة الإيجابية بجرب اتركها لوقت تنفيذها، لأنه أول من بيقول كلام إيجابي بدينة الكاهن هو الشيطان. من مين بتعتذر؟ أولاً بعتذر من الله، لأني أخليت بوعدي إله مثل ما لازم كون ما كنت. نعم، بعتذر من كل اللي ما ناطرين مني شيء وما حققت لهم هذا الشيء، وبعتذر من اللي غلطت تجاههم عن قصد أو عن غير قصد. لالله كان بده مني يكون أفضل مما أنا، وما قدرت تكون أفضل مما أنا لحد هلأ. على شو بتندم؟ بندم إني قصرت مطرح ما كان لازم أقصر. كل مرة بينطلب مني عمل وبرفض أو بمتنع عن عمله بندم. رح تندم أنه شاركت بالحلقة؟ أبداً، أنا بحب إجي على الحلقات كلها لحتى صوتي يوصل للناس. رح نحكي سياسة؟ افتكر أنت بتعرفي مثل كل الناس صاروا يعرفوا أنه أنا ممنوع أحكي سياسة. بس رح نحكي شوي، هلأ منشوف الحلقة. مساء الخير، ضيف الحلقة الأولى من الموسم الثالث عزيز على قلبي كتار، وهو غيب لفترة عن الإعلام. مساء الخير أبونا. مساء النور، الله يحفظك. أبونا عزيز على قلبي كتار، اللي بيحبوك أكتر من يلي ما بيحبوك؟ مش قليل، نحنا بهمنا محبة الناس لأنه هي علامة من محبة الله. عددهم أكثر من اللي بيحبوك من يلي ما بيحبوك؟ بعتقد كتار، بس قديش مش عم بعمل أحصى للدغري. رح نحكي بكل شيء الليلة. الله راد، كل شيء بيتحملوا الناس بنحكيه. كل شيء؟ اللي بيتحملوا الناس. بعرفني شو بيتحملوا الناس. رح نشوف خلال الحلقة، بخلال الحلقة أيضا رح نشوفك بعدة مواجهات مان تو مان. بالأول رح نشوفك مان تو مان مع شخصيات يمكن أصدقاء لإلك وشخصيات دينية، وأيضا رح نشوفك مان تو مان في شاب رح يكون عازمك على فنجان قهوة بالستوديو بفقرة صوت الناس. رح نشوفك بمصارحة مع ضميرك بفقرة جديدة بهيدا الموسم. بالآخر رح نشوفك بمصارحة مع الله، رح نشوف بير كاميل شو رح يكون عم بيحكي أو شو رح يكون عم بيقول. لا الله ردي؟ الله رد. مشاهدينا فيكن عبر هاشتاج مان تو مان تتواصلوا معنا بتعليقاتكن، وأيضا عبر إنستغرام ستوريز سمر بوشبر. خلينا نبدأ لكن بمان تو مان مع شخصيات. في فيديو من سياسة، بس قبله في فيديو من إعلامي. مين بتتوقع يكون؟ إعلامي؟ إعلامي وهو صديق لإلك. بسام؟ بسام؟ بسام براك؟ لا. حبيب يونس؟ حبيب يونس. خلينا نشوف لكين. يا أهلا وسهلا. خلينا نشوف أستاذ حبيب شو بيقول له لبير كاميل. تحية أول شيء للمونسينيور إميل مبارك. اللي بس أذكر اسمه بيخطر على بالي عنوان كتابه حقا والأمان لجميعكم. لما بشوف صورته بحس بالأمان. هذا الأمان الروحي والاجتماعي والوطني. لما بقول جميعكم، لما بيتوجهوا فيها هي بآخر الإنجيل، ما بيكون قاصد اللي بيحبهم بس،
قاصد كل العالم. أما الحق فهو اللي بيعرفه وهو اللي بيحرره. هلأ بشوف في شخصية المونسنيور مبارك شخصين، الكاهن الأمثل النموذجي، وبشوف فيه يوحنا بس اللي صوته مش صارخ ببرية، بزوبع بالضمائر. بيبقى أسأله سؤال بين الغضب اللي حذر منه السيد المسيح والغضب المقدس اللي هو مارسه، في فسر لي المونسنيور مبارك الفرق بين الاثنين؟ وتحية له وتحية لسمر. يا أستاذ حبيب، المسيح ما فرجينا الشخصيتين، فرجينا الغضب المقدس في الهيكل لما طرد البياعين الكذابين المنافقين بالكرباج، هذا الغضب المقدس. ونحن بإحدى صلواتنا منقول يا رب ارفع غضبك، هذا الغضب العادل هو الغضب المقدس. أما الغضب يلي بيصدر عن عدم ضبط النفس ويؤدي إلى أخطار ما كان بده يوصل ليها الغضبان لو لم يغضب، فهذاك الغضب نحن بنرفضه، وسيدنا المسيح حذرنا منه. يعني لازم يضل الإنسان مسيطر على بعقله على انفعالاته، يقول الحقيقة بدون ما يجرح حدا، ويدافع عن الحق بدون ما يخاف من الباطل. أبونا، لما أنت بتقول الحقيقة مين بتكون عم تزعج؟ بزعج يلي بينجرح منها، ما الحقيقة بتجرح أحياناً. غضبك المقدس مين بيزعج؟ أنا لما ما بغضب، أنا ما بغضب للدغري، يعني أنا بقول الغضب المقدس مش إيه، ولو كان مقدس مش كتير بغضب، بحكي بصوت انفعالي إيه، بس ما بكونش غضبان من داخلي. هلأ مين بينزعج؟ بجوز بينزعج يلي أصبطي يلي تحت باطهم سالي بتنعره، بيقول المثل. شو بدنا نعمل نحن يعني؟ نوجه له تحية أكيد لأستاذ حبيب، نشكر محبته لحبيب أكيد. رح ننتقل هلأ لفيديو آخر، بدي أشوفك مان تو مان مع سياسة، بس سياسة ما بيشبه كل السياسيين، يعني آدم إذا فينا نقول. خلينا نشوف نائب نيكولاس سحنامي شو عنده لبير كاميل. بدي أسألك سيدنا، كيف بضل إيمانك راسخ إنه لبنان وقف الله، وقتا بنشوف إنه معظم دول العالم تتآمر على بلدنا الصغير، وقتا بنشوف إنه جزء كبير من شعبنا مش عم بيعرف يميز بين الحق والباطل؟ يا أستاذ نيكولا، لبنان وقف الله، وقف الله مش أنا قلتها، هو قالها. الله ذاته لما بده يسكر له عيني لموسى ويقطع له حلمه باحتلال لبنان أو بالوصول إلى لبنان أو بضم لبنان إلى الأراضي اللي اعتقدوا أنه الله وعدهم فيها، قال له الله اخرس واغمض عينيك، هذا الجبل وقف لي، لن تطأه قدمك لا أنت ولا كل من يأتي من بعدك. ساعتها إذا الله عم بيقول هذا الكلام، كيف الناس بدها تسترجي تقول هذا الكلام غلط؟ أو كيف بدها تسترجي تتصرف مع لبنان تصرفات شيطانية؟ هذه التصرفات لابد ما تنتهي، وقوة الله أقوى من كل قوة على الأرض، بوجود الطيبين من الناس يلي هن رسالة الله بين الناس، واحد منهم أنت. أبونا، بمحل قال لك سعادة النائب أنه كان في ضغوطات يمكن خارجية، أنه هل الله تخلى عن لبنان بآخر؟ أبداً. يعني انت ساعات بيصير في عندك انفجار، ساعات اللي بيصير في عندك انهيار اقتصادي، احداث يمكن بتاريخ عده بلدان مش صاير هيك. بدك تقري العمل وجه قفا. الناس عم تشوف ميله من الميلات اللي هي القهر والظلم والجوع والمأساة والوباء والحرب وما شابه ذلك، بس من تاني ميل لو ما الله موجود بيناتنا بقديسيه وموجود بيناتنا بروحه المقدس القدوس، كنا بعدنا عايشين نحن وبعدنا ماشيين على وجه الأرض، كنا تكرسحنا من زمان. ولا قوة من قوى الدول عم تعطينا، كلهم عم ياخدوا، فإذا في قوة عم تعطينا لنقدر نستمر، من هي هاي القوة؟ هاي قوة الله. من بعد ما شفناك مان تو مان مع أصدقاء لإلك، هلأ بدي أطلب منك تطلع بكاميرتك وبدنا نشوف صور لشخصيات دينية رح تكون أنت وياها مان تو مان. البداية من البابا فرانسيس، إذا بدك تقول له رسالة للبابا فرانسيس. أولاً
قداسة البابا فرانسيس من الأحبار اللي حبوا لبنان على طريقة الأحبار يلي سبقوه واللي كانوا بنديكتوس، يوحنا بولس الثاني، يوحنا 23، بولس السادس. كل هؤلاء الأحبار كان لبنان بقلبهم رسالة للعالم. لهذا السبب عم بيكمل قداسة البابا بدون ما حدا يقله، وعم يرفع الصوت عالي في المحافل الدولية، وعم بيقول لكل العالم بواسطة سفراء الموجودين بدولة الفاتيكان إنه هذا الوطن لا يجوز أن يموت، هذا الوطن لا يجوز أن يقهر، لأنه هذا الوطن نموذج بالأخلاق والإنسانية والتعاطي بالتي هي أحسن. من بعد ما وقعت يا قداسة البابا رسالة الأخوة حضرتك أو قداستك مع شيخ الأزهر، بينت أنه الإيد الممدودة للسلام بيكون الله ماسكها من تاني مايل وعم يدفعها نحو الآخرين. نحن رجانا كله، رجانا كله قداستك ومحبتك لهذا الوطن، مش لأنه هذا الوطن غير شكل كتير عم باقي الأوطان، ولكن لأنه هذا الوطن ما عنده سند إلا السند الروحي، والسند الروحي أنت مسؤول عنه. شو بدي أعمل لك؟ خلي لنا إياك، بنطلب بركتك ورضاك. لما رحت على روما شفته أنا طبقت المثل، رحت على روما ما شفت البابا. لا، بابا فرانسيس ما شفته. جون بول دو شفت جون بول دو أكيد، وبنديكتوس. مغيرة روما؟ روما مغيرة من جوا ومن برا، وكل بلد بيتغير، كل مدينة بتتغير من جوا ومن برا، فيك تسميها روما. روما هون رمز. فينا نقرأ قصيدة روما عن جد مغيرة؟ هي يمكن بمحل أنا بس قريتها حسيتها بتشبه لبنان. حيلتك، حيلتنا كلنا. عن جد روما مغيرة، بديك أقراها؟ عن جد روما مغيرة، وعن جد بيروت مغيرة، بتنطبق على بيروت كمان. أولاً موجودة هذه القصيدة بهالكتاب خيبة اللي أمل. اسمه خيبة أمل، فبيكفي تقري العنوان لتعرفي شو ممكن تلاقي جوا. خيبة أمل، وهذه الخيبة بالآخر بتنتهي بباب مفتوح على الرجاء، بباب مفتوح على الخير، وهذا اللي بنتوقعه لبلدنا إن الله راد. عن جد روما بغيرة عنوان القصيدة يلي بدي أقرأ لك إياها، ومكتوبة بالشعر اللبناني. غشكل صار الغيم في روما معبأ مثل توبة تعاسي على الفقر، مثل اللي مش وافي الندر، مشلع مثل شعر الصبايا الراجع من العرس، مثل اللي نسيوا يلبسوا للعرس، مثل القهر حامل معه ملح الرجال، وزياح سودا قاسية ترسم جبال وغراب شغل البال، يسهر معك والليل يمرق دهر، يصور على الحيطان قيل وقال، شو تغيرت روما وحزينة وشاردة، تمشي شوارع ساكتة وشو باردة، ماتت الخيل وهبط قواس النصر، والنهر نشف شو حلم كان النهر، وين البشر فلوا كاسات الخمر تبكي على الما بيشربوا، من مين خافوا وين بدهم يهربوا، جاي عليهم قال ملح رجال ولحق عليهم كذب لما بيكذبوا، شوف الضباب مغلف رسوم الشجر مثل الحجر، للضحك قادر يكسروا ولا بيكسروا طعم البكي، وطعم البكي ما بينكسر، حلول الدنيا عم تنتهي وعم يختفي لون الصور، والنور رايح على العتم مثل القدر، مثل الحكي وعالسكت شو نفع الحكي، مثل الحقيقة النايمة بقلب البشر، لا بتصرخ من الجرح حتى يسمعوا، ولا قادرة للجرح منه تشتكي، ولا للزرعها قادرة توصل الخبر، شوارع عتيقة مغبرة ومخلعة أبواب البيوت، كل الأهاوي معتمة ومسكرة، وتياب طيرها الهوى، وصحون وأناني دوا، وسرير طفل مكسر ومسدود، وشوية مكاتيب بنا من حدا، لا تلملمها ما بتنقرا، وزهور يبساني اشتاقت تنهدى،
وطيور عم بتموت وابنة كنيسة. لا مش شايف صليب، يمكن كنيسة مهدمة ومشحرة، ويمكن صليبه ضايع بعالم غريب وهلأ وعي وعن جد روما مغيرة. فيك تشوفيهم هاو بشوارع بيروت من كم سنة، بشوارع طرابلس هلأ، فيك تشوفيهم وين ما كان، مش بس بروما المغيرة. مين مسؤول؟ خيبة الأمل، هاي خيبة الأمل. مين مسؤول عن خيبة الأمل اللي وصلنا له؟ أي خيبة أمل اللي وصلنا له نحن؟ أنت إيه بلبنان، أنت بس عم تقول بيروت. نحن ما خيب أملنا حتى ما نكون شوي هيك سود بسيميز. أنا شخصياً كل أمل وكل رجاء أنه لبنان رح ينهض ويقوم ويصير أحسن مكان وأكثر مكان بعشرات المرات. لهالسبب بنصح الناس طول بالها شوي، طول بالها شوي، مش هيك مستغني عن لبنان. اسمعي يا بنتي، المسيح ذاته أعلن ألوهيته بلبنان مرتين، ما أعلنهم بالقدس ولا أعلنهم بفلسطين ولا أعلنهم على الجلجلي، أعلن ألوهيته بلبنان مرتين. مرة وقت التجلي بجبل حرمون تجلى قدام الثلاث رسل وكان معه إيليا وموسى، تجلى الألوه تجلت. وبقانا الجليل بالعرس لما حول الخمر من المي، بيقول مار يوحنا بالإنجيل أعلن مجده وآمن به تلاميذه. وهو المرتين بلبنان، لسبب لبنان أرض مقدسة ممنوع خيبة الأمل فيها، ممنوع اليأس. بهالكلمات اللي كلها أمل أبونا، رح ننتقل لصورة أخرى. بدي أشوفك هلأ مان تو مان مع البطريرك بشارة الرائع. إذا بك تقله رسالة اليوم للبطرك، شو معقول تقله؟ أولاً سيدنا البطرك فيش لزوم نقله شيء، لأنه سيدنا البطرك بيعرف قديش علاقة البطركية المارونية بلبنان الوطن، من يوم اللي تأسس هذا الوطن ومن يوم اللي تأسست هذه البطركية، بيعرف قديش الحقيقة بتبني الشعب اللبناني وما بيوقف في طريقة، بيعرف انه الناس هن سندهم الأول، ويمكن بديش أقول الأخير لأنه الله الأخير، سندهم الأول. بيعرف سيدنا انه هي بكركي، وبيعرف انه هذا السند مش لازم يخيب امل الناس اطلاقا. من وقت اللي رهن سيدنا البطرك السابق لحويك بعض اواني الكنيسة ليطعم الناس، بيعرفن هو سيدنا، وعم بيشتغل على انه ليكون دائما جنب الناس قدر المستطاع وقدر الامكان. والحاجة كبيرة والفعل منه قليل، ولو كان مش كافي بس منه قليل. بتأيده نعم. بآخر تصريحات إيلا؟ تصريحات شو؟ تصريحاته السياسية، كان عم يحكي عن الحياد. غير الحياد، ما أعرف التصريحات. ما بدك تحكي سياسة؟ أنا ما بدي أحكي سياسة. لا بس الحياد منه حكي سياسي. ليه ما بدك تحكي سياسة؟ لأنه أنا مطيع للكنيسة، والكنيسة ما خليتيني كفي رسالتي للبطرك. طيب ما خلينا تفضل يلا من له إياه. سيدنا البطرك بيعرف ولا مرة بيتنكر له ولا أسلافه من البطاركة العظام. سيدنا البطرك بيعرف أنه كل حق يجب أن يدافع عنه حتى الأخير، وهو حامل هذه الرسالة وماشي قدامنا. وكل حق له رسل وله أنبياء وله حاملي هذا الحق، وهو بيعرف أنه لا يجوز أن يخفض صوت الحق من مقاله، يجب أن يبقى شعلي بين الناس. هذا الأمر وعيله سيدنا وماشي فيه، وبفتكر أنه مشروعه مدعوم بقوى روحية مقدسة. من يريد إسكات الأب كميل مبارك؟ مش إسكات. أولاً قلتي ليش ما بدنا نحكي سياسي؟ راح جاوبك، لأنه أنا ابن الكنيسة، ابن هالكنيسة اللي بجلها وبحترمها وبطيعها. ولما الكنيسة بتاخد قرار أو بتعمل مرسوم أو بتعمل أي أمر لأمر معين وبيعنيني هذا الأمر، ما بسأل إذا صح أو غلط، ما بسأل إذا لازم أو مش لازم، ما بسأل أبداً، أطيع هذا الأمر. قالوا لي ما تحكي سياسي، باش أحكي سياسي، ضع الكلام. مين زعج؟ مين يعني تصريحاتك بتزعج مين؟ ليه ما بدهم إياك تحكي؟ يمكن زعجت، هني شافوا مين مزعوج، أنا ما شفت إني زعجت حدا.
بس السلطة يمكن شافت انه في حدا انزعج او جمهور انزعج او جماعة انزعجت او سلطة اخرى انزعجت او سياسي معين انزعج، شو بعرفني؟ ما سألت، لو اسأل يمكن كانوا قالوا لي. بس يعني في سياسة تدخل كرمال يصدر هيدا القرار؟ انا ما عرفت لاني ما سألت. انت عم تقول في طرف انزعج، يعني معقول يكون في طرف سياسي وشوشلهم؟ انا عم اقول هن يمكن، انا عم اقول بمنطق الامور، لا انه في طرف انزعج يمكن. انا ما عرفت مين ولا بدي اعرف مين، ما بيعنيني الموضوع، انا بنفذ شو بتريد الكنيسه. قالوا لي سكوت، سكت وخلصت خبري. هلا السؤال اللي بتساليه، هل من بعد ما سكت افضل من قبل ما حكيت؟ كيف هون السؤال بينسال؟ هل السكوت خدم اكثر من الكلام في الحقيقة؟ هذا السؤال بينسأل. إيه بدون ما تجاوب عليه، بس هذا السؤال بينسأل. هذا السؤال اللي رح نسأله كمان على تويتر، رح أطرح أنا هلأ السؤال. هل أقنعكم خطاب الأب كميل مبارك بحلقة الليلة؟ وبعتقد الأجوبة هي رح تكون جواب على السؤال اللي حضرتك طرحته. أوكي. أبونا، من بعد ما شفناك مان تو مان مع شخصية دينية، هلأ صار وقت تتصارح مع ضميرك أبونا، وأنا رح ألعب دور ضميرك. جاهز؟ شو؟ إذا بتعرفي تلعبي دور ضميري يعني الله ساكني. الله بلش. رح حاول، وبالاخر بتقلي قد ايه نجحت بهيدا الموضوع، يمكن نكشف اسرار، انت بدك تاكد لي اذا صح او خطا الكلام اللي انا عم بقوله. يلا تفضل. سؤال اول من ضميرك هو مستوحى من جنى تجارب، قلبه فيه 1000 حكمه تقريبا، 1000 وحكمتين. 1000 وشوي. 1000 وحكمتين من تجارب بحياتك، رح اقرا الحكمه 724 اللي لفتتني ومن بعدها بننتقل للسؤال. حين تكون مع من تحب تستغني عن الدنيا، وحين لا تحب تشعر بأن الدنيا تستغني عنك. صح، هيدا من واحد تجارب تبعك مفروض أبونا. أنا كميل مبارك اليوم رح أعترف كم مرة أحببت بحياتي، وأي متى ما حبيت وشعرت أن الدنيا استغنت عني. لما كتبت هالحكمة اللي قريتيها حضرتك، أنا كنت عبعني سيدنا يسوع المسيح. لما بكون مع هذا الإله الإنسان الكامل ومحبته إلي ومحبتي إله حلوين، تستغني عن الدنيا. شو بدي فيها للدنيا؟ ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ما بينفعه شيء على الخير. ولما بشعر إنه في جفه بيني وبين سيدنا يسوع المسيح، حس إنه الدنيا مستغنية عني. بتحسها، بس هي الحكمة بتطبق حتى بالحب بالحياة العادية؟ بتطبق طبعا بحب البشر. بتطبق لأنه الإنسان إذا بحب شخص. أبونا جربت تتهرب من السؤال، كم مرة حبيت بحياتك قبل ما تدخل على الدير؟ أنا ما جربت أتهرب، أنا عم جاوبك. أنا هيك حسيت. أنت إحساسك غلط، أنا عم جاوبك 100% مثل ما الحكمة بتوحي. هي الحكمة. نعم. نسينا الحكمة، حط لي الكتاب على فرد ميل، بنرجع لقبل ما دخلت على الدير. كم مرة أحببت؟ ليش لقبل ما بعدني لهلأ عم حب كمان؟ ما بطلت أبداً. أنت عم تحكي حب الله، بس أنا عم بحكي حتى حب أنه الناس. أنت كشب، لا كشب ولا مرة حبيت فتاة قبل ما تدخل عدد. فرد مرة مطرح ما أنت رايحة عم تسألني إذا انغرمت. لا ما انغرمت أبداً؟ ما انغرمت. ليه؟ بعرفش ليش، لأنه الله كان مسكني عايدي وبده وجهني توجيه آخر فجنبني هذا الفعل. بس في قديسين هن يمكن قبل ما يصطفلوا هن، انا مش قديس. مش قديس. جنبني هذا الوقوع فيه، ربما ارتكب اخطاء، ربما ربما ربما، فمسكني على ايدي وبرم فيي برمي طويله عريضه انه هاو شوفهم عظيمين كويسين حبهم شوي وضل ماشي يلا. أبونا ولا مرة حسيت أنه أنت بحاجة يمكن تختبر شعور الأبوة، أنه يكون عن جد عندك أولاد من صلبك، أنه يكون عندك يمكن عائلة؟ أنا بعتبر لك كل واحد بيقول لي أبونا هذا ابني، وأنت لما بتقولي لي أبونا بحس أنك بنتي. وهذا الإحساس صادق ونابع من الكتاب المقدس ونابع من كلام سيدنا يسوع المسيح. كل من ترك أبا أو أما أو أخا أو أختا وكفي السري أو حبيبا أو ابنا من أجلي يأخذ عوض الواحد 100 في هذا العالم. هون النكتة، هون الصح، هون الفعل، إن مخمين بناخده بالآخرة. لا، يأخذ عوض الواحد 100 في هذا العالم ما عدا اللي بده يعطينا إياهم بهداك العالم.
طيب انا بنتك المفضله ما قلت لي انت بنتي المفضله وقت اللي بتكوني مفضله حسب اخر الحلقه شو حسب انت مثل كل ولد الباقي عنده 5 اولاد 10 اولاد بيبقى عنده مرات هذا مفضل مرات الثاني مرات الرابع مرات السابع وانت هيك رح ننتقل لسؤال اخر مع ضميرك ابونا انا كميل مبارك بعتبر انه كنت سباق واشتغلت بالتجاره اونلاين من سنه ال 77 انا اشتغلت كل الشغلات اذا بدك انا خلال حياتي العمليه علمت وتجرت بس ما كنت معلم تاجر ولا تاجر معلم واضحه آه. فعلمت حوالي 12 سنه 13 سنه قبل ما جيت على الكهنوت ولما كانت تقفل المدارس وتسكر وما يعودش في اجره وما يعود في معاشات وما ما ما مثل مرات بصير بقى شو بدنا نعمل بدنا نعيش وبدنا نهتم بالامور فاشتغلت بحقول اخرى منها التجاره ومش الحال كتر خير الله طيب كيف قررت كيف اجت دعوتك كيف قررت تفوت على الدير انا ما قررت تفوت على الدير بيقول لك الانجيل المسيح على لسان المسيح لستم انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واضح بعيدة لستم انتم اخترتموني بل انا اخترتكم فاذا مش انا قررت هو قرر وقال لي مشي بس شو الاشارات اللي اجتك شو الانديس شو الشيء اللي خليك تقول انه انا بدي اترك كل شغلي وروح على الدار اولا الانسان بيخلق والدعوه الالهيه تخلق معه وبصير يكبر مرات بيروح بكير مرات بيطنش وبيصير يلتهي بقضايا تاني في هذا المجتمع بتعرف المجتمع حلو خيرات الأرض كمان حلوة ونعم الله على الأرض كبيرة كثيرة فبعدين بلاقي مثل ما أنا حسيت إنه شو ما عملت وشو ما اشتغلت ما لقيت حالي محلي أبدا مثل الحجر مش راكب محله بضل مقلقز إيه لقيت حالي هيك طيب ابونا هلا انه انت ربيت بعائله فيها رهبات وكنتوا تصلوا كل ليل يعني يمكن مش لانه مثل ما انت عم تقول الله اختارك انت خلقت ببيئه معينه يعني النتيجه كانت انه رحت بهيدا الطريق اولا استنتاجك حلو بس مش صحيح يعني لو ربيت بعائله سياسيه يمكن كنا شو هيك سياسي اكيد لو ربيت بعائله مش مسيحيه كنت مش مسيح هذا تفكير صحيح حلو يعني بس انه مش هيك معي صار بس انتم كمان كنتوا تصلوا كل يوم نحن يعني ربينا 10 اولاد وامي وبي بفرد بيت وكنا بهذا البيت اشبه بالداير كل ليله بدنا نصلي اليوم انا مش عم صلي قد ما كنت صلي وقت كان بي يفرض علينا الصلاه واكيد منها وعم بقولها صح مش عم بمزح كنا كل ليله بدنا نصلي بدنا نصلي طلبة العذراء بدنا نزيح العذراء بدنا نصلي للي ماتوا بدنا نصلي للمرضى تيشفوا بدنا نصلي للغيبين تيرجعوا بالاخر نتجر قد ما نصلي ونصير نصلي لحالنا حتى لا حد يموت ولا حد يسخن ولا حد يسافر لما وقف الصلاه شوي وكانوا كلهم يركعوا يصلوا راكعين انا الوحيد كنت معفي من الركوع لاني كنت اصغر واحد واسطه هيدي المسكبه اللي ربينا فيها وهيدي المسكبه اللي بتعطي الزهر الحلو وهيدي المسكبة اللي ودت نص هذا البيت كرسوا حالهم لله 4 رهبات وكاهن وبنت تجوزت و4 شباب وكاهن محبوب كمان هلا محبوب او مش محبوب موضوع تاني المهم يكون كاهن جدير بهذا اللقب لما كنت صغير اول شو كنت تقول بس اكبر بدي اعمل ابونا لا ما كنت اقول هيك يعني شو كان حلمك؟ تقول انا بس اكبر بدي اصير شو؟ انا كنت بدي اصير طبيب. طبيب. ربنا خلاني طبيب بس بدل ما اكون طبيب اجساد صرت طبيب نفوس. غير لي الاوبجيكتيف تبعي بس. رح ننتقل هلا لسؤال اخر مونسينيور، انا كميل مبارك اليوم وبكل ضمير رح اقول انه المثليه الجنسيه هي حق طبيعي، مرض طبي او افة اجتماعيه. المثلية الجنسية هي مرض أو لا؟ أولاً المثلية الجنسية مخلوطة مع التكوين الجسدي للإنسان ومخلوطة مع التركيبات والمعقدات النفسية للإنسان ما في ما بكفي نقول مثلية جنسية هذا الوجود
اللي منه طبيعي إذا كان في تركيب غلط لهذا الإنسان ما بيتعالج، أما اللي هي ناتجة عن مركبات نفسية أو ظروف حياتية اجتماعية تتعالج، على شرط أنه يوعى هذا الإنسان على أنه هذا الخط من خطوط السير الاجتماعي خط خاطئ وبده يطلع منه. أما إذا بقي مقتنع أنه هذا خط طبيعي وليش لا، ما بيطلع منه، بيضل ماشي غلط وبيصطفل يمشي غلط. يعني تعتبره مرض يلي هو بيختار أنه بده جنسه يكون؟ بعض الأمراض، بعض الحالات هي حالات مرضية، نعم، مش كل الحالات مرضية، بعض الحالات حالات مرضية. إجا الغرب المشؤوم، فرنسا، إسبانيا، بعض الدول الأخرى، شرعوا هذا الأمر بمجلسهم النيابي الموتور، شرعوا هذا الأمر وصار مقوناً. بس حتى البابا فرانسيس كان عنده مؤخراً تصريح. هذه كذبة كذبة حطوها على وسائل الإعلام، ما قال هيك البابا أبداً إطلاقاً، كذبة إطلاقاً، ما قال هيك، ما قالها مثل ما هي، بس كان عنده تصريحات، ما قالها أبداً، ما قالها أبداً. نحن منعرف شو موقف البابا، وأنا رسلت الفاتيكان بهذا الموضوع وأكدوا لي إنه هذا الكلام ليس للبابا إطلاق. بابا بيعتبروا هودي أولاده، إيه ما بده زدتهم بالطريق، ما بده زدتهم بالشارع، بده يهتم فيهم، بده يحبهم، بده يعالجهم مثل ابنك المريض. كيف بتحبيه؟ بدك تحبيه؟ رح ننتقل لسؤال آخر هالمرة بلبنان. أبونا كميل، أنا كميل المبارك اليوم وراح أقول بكل ضمير من يعرقل إقرار الزواج المدني في لبنان. أولاً اللي من يعرقل الزواج المدني في لبنان وفي العالم الواعي كله هو الدين، هو الدين، كان دين إسلامي أو دين يهودي أو دين مسيحي، هو الدين، لأنه بيعتبروا هذا الزواج مسيحياً، بنعتبره سر من الأسرار السبعة، والإنسان ما بيقدر يقول أنا مسيحي وما يلغي سر من الأسرار. بس هو ما في يلغيه، يعني في يكونوا أن باراليل اثنيناتهم. أوكي، لما بيعمل اثنين سوا ماشي الحال. احنا عم نحكي يلي بيرفض الزواج الكنسي، بيرفض، بيكون عم يختار يكون مسيحي مع ست أسرار، مثل عم يختار يكون فتح عيناي وعين وحدة مغمضة. بس دين المسيحية بتتكلم عن الحرية، إذا الشخص هو هيدي بيلاقي، مش حرية، لما بتوصل الأمور للإلهيات أبعدش في حريات، مع أنه ديانة المسيحية ديانة الحرية كلها سوا، ولكن لما بيصير بتوصل للأصول الإلهية، الله خلق بالكتاب المقدس خلق رجل وامرأة وزوجهم، هو زوجهم، فمعناتها في أمر مقدس. أنت ضد إقراره ولا إلزاميا ولا اختياريا؟ أنا مش ضد الزواج المدني، أنا عم قلك هون وأنا مسؤول عن كلامي، بده يتزوج مدني ومقتنع فيه يروح يتزوج مدني، بضل افضل من المساكنه. الزواج المدني افضل من المساكنه كونه عقد، وهذا العقد صحيح قائم على شخصين بدون طرف ثالث مقدس، قائم على شخصين وطرف ثالث قانوني، القاضي مثلا، بينما الزواج المسيحي قائم على شخصين والطرف الثالث هو الله. وين بتنقي انت تروحي مع طرف ثالث هو القاضي او الانسان، يا اما بتنقي الطرف الثالث يكون الله، انا بنقي الله، شيء طبيعي. تمام، رح ننتقل لسؤال اخر مونسينيور. انا كميل مبارك بعترف انه تعلمت الابجديه بنهار واحد، واليوم رح اقول للتلاميذ ورح اشرح لهم ورح اعلمهم الطريقه اللي علمني فيها بي الأبجدية. إذا بدك تطلع بكاميرتك عم بترجعيني، في تلاميذ عم يحضروا 70 سنة لورا، 70 سنة، مش قليل واحد ينط 70 سنة بلحظة. اسم الله عليك ذاكرتك. بيي علمني بالبيت بكتب إخوتي، وكان عندنا دكان بالضيعة، تعلمت الحسابات بالدكان، جمع وطرح وضرب وقسمة وخصم إذا بالمية كذا وكذا، تعلمتهم بالدكان مش بالمدرسة. وبدو علمني الألف ب أو الأبجدية، وفرد يوم، اليوم بضلوا ثلاثة أشهر بالأه به. نحن تعلمناها فرد يوم بكل أشكالها، الحرف الكامل مثل الحيل إلو ذنب، أو الحروف الملتصقة ببعضها البعض، تعلمناها فرد يوم. قلت له ما هو صابين في ثلاث أشكال من الأشكال، ملتصقة وبالنص وبالآخر وبالأول. قال لي كلهم مثل بعضهم، شو بدك بهالخبريات؟ اكتبهم حد بعضهم لشوف، كتبتهم.
نزلت دنا بالحين نزل لتحت، دنا بالعين نزل لتحت، دنا بالجيم نزل لتحت. قال لي غطيهم بالمسطرة للدناب صاروا مثل بعضهم أو لا؟ قلت لهم بلا. قال لي هاي كفة. نعم. وحفظنا الألفابي العربي والفرنساوي يومين، يوم عربي يوم فرنساوي. بس أبونا أنت غير أنه لعمر 11 سنة ضليت تتعلم بالبيت، حفظك القاموس الديكسيونير كامل؟ طبعاً. بعمر 10 سنين كنت حافظ كل الديكسيونير؟ حفظني القاموس خلال تقريباً سنتين. أوكي. كل يوم 10-15 كلمة، ولما يسمع لي ما يسمع لي اللي أعطاني هني اليوم، يسمع لي اللي أعطاني هني اليوم من الأول؟ كلمات أخرى من الأول ويسمع لي هن بالآخر. لا يتحيلي حافظ القاموس، شو بدي أعمل؟ بعدك لليوم حافظه؟ حافظ كتير منه، مرات بنسى، بس لما بتنقل الكلمة فوق عليها مثلا. تعلمت فيه أنا كلمة تلفزيون ما كانش موجودة، مصبوط زي دوا. ولمعلومات حضرتك ديكسيونير روبير بتي روبير هلأ وبيسوى يسمعونا الناس، زاد كلمة جديدة على القاموس اللي هي كافيه بلان، زاد كلمة كافيه بلان وقال دوريجين لبنانيز لأنه هي بلبنان. ما في بالدنيا كلها بيقولوا كافيه بلان، ما كل الكافيه سوداء إلا عنا كافيه بلان. شفت؟ بضل عنا شيء مميز. بعد في سؤال آخر مع ضميرك أبونا. مالك شو تطلعي من ضميري بقى؟ لا يلا إذا أجتك القعدة بضميرك. لا أبدا، أنا ضميري مفلوش، ضميري مكشوف. هيدي مشكلتي. هذا يمكن يكون حسني ويمكن تكون نقص. أنا ضميري مكشوف. يمكن هيدا اللي زعجهم أنه ضميرك مكشوف. يمكن اللي ما بدي أعمله قدام الناس ما بعمله لحالي. خلصت خبرية. رح أبقى بذات السياق تقريبا مع ضميرك أبونا. أنا كميل مبارك بعترف أنه قرار منعي من الحكي بالسياسة هو قرار مشحف بحقه. خلص السؤال؟ خلص الجواب؟ أنت استنتجت هيك، أنا ما استنتجت هيك. لأني ما استفهمت ليش ولا بدي أعرف ليش. مشحف مش مشحف بالنسبة إلي مثل بعضها، حلو مش حلو بالنسبة إلي مثل بعضها. وأنا بشكرهم علي، رح أقول لك ليش بشكرهم، لأنه مرات بيمرق فترات بتاريخنا السياسي أفضل ما يحكي الواحد. مدري مين زعج، فتش مين عم تزعج بتعرف. ما اللي مزعوج مني ينزعج ويستوي لحاله، شو بدي فيه؟ ما بيعنيني، ما بيعنيني، حتى مين مزعوج ما بيعنيني. المهم أنا ما أكون مزعوج وأنا ما انزعجت، كتر خير الله. تمام، بس في ناس بتحب تسمعك دايما مشاهدين. بحبوا يسمعوني بلا قطع من حديث حضرتك، موجود على اليوتيوب ينفوتوا لايا في 142 حلقة. ينقوا البدون إياها ويسمعوها. تمام، وفيكن دايماً عبر هاشتاج مانتو مانتو تواصلوا معنا وتكونوا عم بتعلقوا على الحلقة وتجاوبوا على السؤال، هل أقنعكم الأب كميل مبارك بتصريحاته لحلقة ليلى؟ مشاهدينا ما تروحوا لمحل، لأنه بعد البريك بير كميل رح نشوفك مانتو مان مع شاب عزمه على فنجان قهوة بفقرة صوت الناس. ما بنعرف الحوار كيف رح يكون، إذا حامي أو حوار سياسي أبونا. لا مش سياسي، سياسي بقول له سكوت وانفل. خلينا نشوف بعد البريك شو هو الحوار. بريك ومنرجع. جانا بعد البريك بفقرة صوت الناس. بهيدي الفقرة المسنيور كميل مبارك رح يكون مع المواطن سليم يونس اللي عزمه على فنجان قهوة. سليم، شو الأسئلة اللي عندك إياها للمسنيور كميل مبارك؟ عزمك أول شيء على فنجان قهوة. أهلا وسهلا، عرفنا على حضرتك. سليم يونس. نين يا سليم؟ سرفاند. صرفت صيدا يعني؟ سرفاند زهراني صيدا. هي اسمها صرفت صيدا بالكتاب المقدس، بسموها صرفت صيدا. وإجا لها مر الياس لما طهدوا الملك أحاب، إجا لعندكم ما لقى ملجأ إلا عندكم بصرفت صيدا. يعني منطقة آمنة، منطقة نبوية. تفضل. في عندي كم سؤال بنسألك إياهن ورح فوت شوي بمداخلة تاريخية بس مختصرة كتير. حدد سؤالك. شو المبرر اللي بده يخليني أتجمد بحقبة تاريخية محددة وما أتطور وأفرض نفسي كواسي على البشر كديانة مسيحية؟ عم تسألني؟ إيه سؤال. خلاص بدك تسمع الجواب؟ أكيد. أولاً ما حد يجابرك أبداً تتأيد بهالحقبة التاريخية بكل حريتك. بدك بدك، ما بدك بتغير. ابدا. طيب وبالنسبه اذا لقيت افضل نقول مين مانعك، واذا لقيت بالمستقبل بعد مليون سنه ورجعت جيت حضرتك مره ثانيه ولقيت انه بعد هالمليون سنه بطلت هذه العقيده، ما حدا بيجبرك تتأيد فيها ابدا.
ايه بس المراحل التاريخية اللي مرقت فيها المسيحية ما كان يجبروا العالم يكونوا منتمين للديانة، محاكم التفتيش شو بتعتبرها؟ ابدا كانوا يمنعوهم يكونوا كذابين. طيب واذا واحد يعطي رأيه بصراحة كان في محاكم التفتيش كان يتعرض لأبشع انواع الاضطهاد. محاكم التفتيش بالتاريخ مزور عليها تزويرات كتير كبيرة لمعلومات حضرتك ولمعلومات اللي مخمنين انه كان في محاكم تفتيش. محاكم التفتيش هي كناية تدقيق في عقيدة هذا الإنسان، سموها محاكم التفتيش، والعقوبة كانت تصدرها السلطة المدنية مش الكنيسة. طيب في برواية عزازيل إذا قريتها ليوسف زيدان، في هيباتا الشخصية هي الفيلسوفي وعالمة الرياضيات اللي كانت عم تحكي كلام منطقي وتعمل محاضرات وإلى كتير مريدين، فانقتل بطريقة بشعة لأن بس اعتبروا انه هي مهارتقة مثل جان دارك مثل ايزابيلا اللي عم تقول عنها حلب نوتردام. يعني هودي جميع يعني هودي موثقين تاريخيا وموثقين ايه. واللي عم تقول عنها مثل جان دارك، جان دارك بزمان اعتبروها مهارتقة واليوم قديسي. طيب يعني بس معناتها ما وقف الزمن، انت عم تشكي من وقفة الزمن. لا وقف الزمن بمعنى تعاليم محددة صار به ما بتتغير. بلى تخطاها الزمن واللي كانت مهارتها صارت قديسي ايه. طيب هلا اي كلمه اب كمصطلح اب ما بتعتبرها فيها نوع من الفوقيه او السلطويه لانه يعني هي يعني مثل شيء مبطن اب يعني الخور اللي بيقولوا له اب السلطه الابويه العائله لكل الناس يما السلطه الكهنوتيه. لا ما هي مصطلح اب يعني ضمنيا بيحمل النظرة الفوقية اذا فينا نسميها. هلا بينك ومن بيك في نظرة فوقية؟ ايه طبعا ما البي الاب لا مش يا اب منهم بينك وبين بيك ترك لي البي تبع فرويد ترك لي البي تبع فرويد الاب هو الامر النهائي بينك وبين بيك في نظره فوقيه ايه طبعا الاب مو لكن انت معقد الكل لا الاكثريه النظره الابويه معروفه ابدا مش معروفه انا بيني وبين بي انا لولا من بي ما كنتش زلمه انت شايف بيك معقدك انا شايف بي لولا منه ما كنتش زلمه التجربه الشخصيه بس احنا عم نحكي بشكل عام بشكل عام البي ضروره طبيعيه لا تجي انت وغيرك إذا ما بدك هذه الضرورة الطبيعية من أبك تجي؟ طيب عاد من أبك تجي من الحصان؟ شو وظيفة رجل الدين؟ وظيفة رجل الدين تعليم الحقيقة الإلهية بين الناس لخلاص نفوسهم أولاً ثم لمساعدة لمن بحاجة له مساعدة مادية أو معنوية أو روحية أو حتى صحية إذا قدر مش ممارس كامل وصاية عليه؟ أبداً للخدمة بين الناس وله مش قارئ الإنجيل طيب. مش قاري الإنجيل حضرتك؟ طيب إذا بدنا نسأل ما جئتوا لأخدم بل لأخدم بيقول لك المسيح ما جئتوا لأخدم بل لأخدم هذا رجل الدين. إيه بس هلأ في روايات على الرسالة المسيحية يمكن تاريخيا مش مزبوطة أو في ناس كل واحدة بتداولها بطريقة مثل ما بده يعني بمعنى يعني هلأ قريت أنا رواية لأرجع لرواية عزازيل لأنه فيها كتير كلها بتدور حول كل الروايات خارج ايه؟ الكتاب المقدس ما بعترف فيها. طيب عال ما هذا أقصى لرأي الآخر ما بعترف فيها ايه؟ أنها هي حقيقة أنا ما هذا مؤرخ اللي كتبها يكون من مكان يكون الحقيقة بالنسبة إلي موجودة بالكتاب المقدس. طيب. عم تقول لي فلان وفليتان ليه ما في عنا نساء دين يعني بنسمي رجل دين وضع المرأة بالكنيسة ليه ما بنلاقي مرأة هي مترأسة كنيسة يعني ما في في الحبر الأعظم ما في الحبر الأعظم إذا فينا نسميها مثلا في الجمعيات الرهبانية النسائية موجودة غير الجمعيات الكهنوتية موجودة في ثلاث أسباب راح بعطيك إياهم ثلاثتهم إذا قادر تستوعبهم. واحد خليك معي باش تقرأ لا ما مركز معك مركز. واحد القصة جاية من اللاهوت القديم لاهوت الحمل الحمل مش الحمل النعجي. واحد اثنين المسيح اختار رسله بناء على هذه الحقيقة ونقاهم 12 ما منع ان تكون مرتقلة اليوم عيد مرتقلة ما منع ان تكون مرتقلة شماسي في الكنيسة يعني خادمة في الكنيسة الى حد ما تمارس بعض الخدمات الكهنوتية بدون ما تكون كل خدمات الكهنوت اسمها للسلطة مش ضروري السلطة لشو السلطة؟ طب على شو السلطة؟ طب بالإسلام هن ذكور الأنبياء بالمسيحية ذكور هن الأنبياء باليهودية نفس الشيء طب ما نسمع دائما الأنبياء في نبيات كيف ما في نبيات؟ ولا بالكتاب المقدس دبورة وين ما بتجي لك هلا إذا بدنا في نبيات بالكتاب المقدس بس متداول أول شيء سؤال أنت قاري الكتاب المقدس؟ لا
أنا مش قاري كتير الكتاب المقدس يعني، لأنه أنا بالأساس مش مجال الديني ولا يعني ولا شو ما كان دينك. إذا بدك تجادل بهذا الموضوع بدك تقرأ الكتاب. أنا ما بيهمني أقرأ الكتاب المقدس، ما بيهمك أنا ما تحكي بالموضوع. لا ما هو أنا ما قلت لي فيش نبيات. وينهم؟ طب عطيني وينهم بكتير بالكتاب المقدس مذكورين. طب شو اسمهم؟ ديبورا وحدة منهم بسموها بأمريكا. طيب. مش سامع باسم ديبورا طيب بأمريكا؟ إذا هيك يعني نبي مقابل مئات أو آلاف الأنبياء يكون مقابل 20 مليون في موجودة يعني هذه مثل الكوتة النسائية موجودة هذه بتصير تستعمل لي فوكابولير إعلامي مالوش عايزة موجودة مثل ما موجودة هاي قادر يكون في عشرات الألوف. طيب بالنسبة للطلاق ليه الطلاق فيه كتير صعوبات وعثرات وفي مثل ما بنعرف الطائفة المارونية ممنوع الطلاق؟ لا مش ممنوع. بلا ممنوع. انت عم تقول ممنوع انا عم بقول لك مش وينا ممنوع. كل الاعلام وكل لما خلينا خبريات او خبريات في حدا يطلق بالديان المقدس؟ اكيد اكيد خبريات. لشو قنين المحكمه لكن والقضاة فيها لشو قنين؟ بدل بتبدل الحياه قبله للاستمرار بسلام عم بيروحوا على المحكمه ويطلقوا. بيطلقوا بكل سهوله ما في اي مشاكل؟ في سهوله وفي صعوبه، في اصول وبيمشوا عليها. طب وعبارة ما جمعه الله لا يفرقه إنسان كيف تقول يعني عليها؟ اللي عقد اللي ربط هذين الشخصين قادر يفك برأيك؟ بس هو فعليا عم بيصير؟ لا بصير. لا فعلي كيف مش عم بيصير ولو؟ هديك هدية فكرت للحقيقة بثلاث هدايا، كان عندي ثلاث خيارات، هذي اهتديت لهذه الهدية الساعة 3 بالليل يعني أنا تهديني إياها إلي؟ اهديك إياها. شو تعذبت؟ لا أكيد ما هدي لأنه هدي رواية اسمها المنكوح. إيه؟ إذا العنوان ممكن تعتبره مستفز أو أنت إذا كنت لا بإيدك سلطة بتقدر بعتبر أنه اللي كاتبته نسرين النقوزي بعتبر أنه اللي كاتبته بيعنيها العنوان. شو بدي شريعة؟ بيعنيها إلك. بس شو رأيك انت بتحكم على العنوان دغري ولا تطلع على الرواية؟ لا اقول بيعني العنوان إلها مثل ما انا لما بنقي عناوين كتبي اول واحد بيعنوه انا مش يعني رأيك. عم تتهمها كيف انا يعني انت عم تتهمها يعني انا عم تقولني كلام ما قلته اذا هيك ما تشتغل امفل لا شو هالحكي عم تتهمها بمعنى ما عم تتهمها بشيء كلامي بيعنيها ايه بس مثل ما انا عم بعطيك مثل انا بس ما هو اذا بدي اقول لك المنكوح بمعنى مش بمعنى اذا انت منكوح شو بعمل لك انا شو عمل؟ المنكوح بمعنى يعني المغلوب على أمره شو ما كان يكون؟ إيه يا مش أخي مش قبل ما أقرأ الكتاب بعرف شو معناته أكيد أه يعني بتحب تقرأ وبعدين ناقشه بعد؟ بقرأ وبشوف شو كاتبه فيه ما بعرف شو كاتبه فيه إذا عجبك يمكن رواية يمكن ما بعرف شو كاتبه هي رواية ما في أحكي بموضوع مش مطلع علي ولا مطلع على شخصية الكاتب بس للوهلة الأولى هل عجبك العنوان؟ ما فيش وهلة العنوان ما عجبني لأنه أنا ما بحط هيك عنوان على كتابي بس هي شايفته كويس بالنسبة لرقابة المؤسسة الدينية لا ما بتدخل بالمصنفات الفنية ما بتعني يا المؤسسة الدينية عنوان كتابك ايه بس إذا هل أنتم بتدخلوا تمنعوا أو تمارسوا ضغط معين على الأمن العام أو على الرقابة لتمنعوا عناوين معينة؟ لما بنعمل كتاب نبعته للأمن العام هو بده يوافق لنا لا مش نحن ايه بس إذا أي شخص عمل فيلم أو إذا عمل فيلم يمس بالحقائق الإيمانية بنتدخل إنه صلح فيلمك ايه ايه بركي هو معتمد مصادر تاريخية موثوقة مصادر تاريخية بناقشنا فيها إذا قنعنا قنعنا ما قنعنا بيكون روح يغير وقتنا خلص شكرا سليم لوجودك معنا شكرا مونسينيور انتم ايضا مشاهدينا فيكم تشاركوا بهيدي الفقره من خلال التواصل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام ستوري سمر بوشبل عبر صفحتي على الفيسبوك وايضا عبر تويتر ما تروحوا لمحل مشاهدينا انه بعد البريك رح نشوف بير كاميل شو رح يحكي مع الله بريك وبنرجع بعد البريك ومن بعد ما شفنا المونسينيور كاميل مبارك بعدة مواجهات خلال الحلقة شفنا مان تو مان مع الشخصيات شفنا مان تو مان مع شاب اجى لعنا على الاستوديو وايضا بمواجهة ضميره هلا صار وقت الفقرة الجديدة لهيدا الموسم رح نشوف الاب كاميل مبارك عم يتصارح مع الله مونسينيور شو بتقله اول شيء يا الله بقول لك لا تواخذني عم بحكي معك انا وقاعد هني بالاستوديو جبروني احكيك انا وقاعد بدي طلع بالكاميرا مش فيك شفت ملا اخري وقعونا فيها لازم احكيك انا ونيخخ راسي للارض اطلب منك كل مره انا بنساك انت ما تنساني بعرف انك مش ناسيني
بس عم بطلب منك هالشي تكرارا، بعد بدي فوقك على شغلي. انت بتحب لبنان، بتحب ارض لبنان، ومشيت بلبنان بشخص يسوع المسيح، نطرتك الامك العذراء بلبنان، كل هاو عملوا من ترابنا وحجارنا ارض مقدسة، معناتها ومزروع قديسين وعظام قديسين بكل وديانا وجبالنا. ما منستحي نقول ما بنعرفك، منستحي نقول ما بنعرفك، ولو كان تصرفاتنا بتدل على انه احيانا ما بنعرفك. لما بتشوفنا هيك كمل انت البرود اللي فينا ودفيها، كمل انت التقصير اللي فينا وكمله، كمل انت نقص الحب اللي فينا واعطينا الحب الكامل اللي اعطيتنا اياه على الصليب وبدك تعطينا اياه اليوم وبالآخرة. اذا شفتنا مش عم نغفر غفور انت، واذا شفتنا مش عم نحب حب انت، واذا شفتنا مش عم نسامح سامح انت، لانه نحن التراب اللي فينا تقل علينا يا الله، وانت ما فيك تراب لك وخيم. هيدي كانت الرساله اللي قال له اياها بير كاميل لالله. ابونا بدي اطلب منك تتوجه لعنا على الاستوديو، اذا مثل ما شفته بير كاميل قال له ما ينساه، بس مثل دايما بيذكر لبنان حتى برسالته لالله، قال له ما ينسى لبنان. يا ريت كل اللبنانيه بحبوا لبنان قدك ابونا، يمكن ما كنا وصلنا لهون. كلهم بحبوه بس كل واحد على طريقته للاسف. اكيد كل ليله بتحكي مع الله، كل يوم بتحكي. نحن في عنا ثلاث واجبات اساسيه بنسميهم فرض، وهذا الفرض اللي هو فرض الصلاه، يعني الصبح والظهر وعشيه. هلا اللي بده يزيد عليهم بيقدر يزيد صلاه نصف الليل وصلاه وجه الضوء، بصيروا خمسه سته سبعه لحد. فاذا هودي صلوات الفرض، ولكن انا بعتبر انه لقائنا مع الله مش بس بصلاه الفرض، كل مره بكون عم بحكي وكل مره بكون عم بتنفس وكل مره بكون قاعد انا واي انسان بكون الله عم يحكي من خلالي لهذا الانسان، وانا مبسوط لسبب بيطلع خلقي، لانه الله مرات بيطلع خلقه علينا. ابونا كيف تتخيل لقائك مع الله بعد عمر طويل؟ انا طالع فاضي فكري، لانه انا مستشفع مريم العذراء وطالب من الله طلب واحد، بديش غيره. كم واحد؟ قولي واحد. هو انه بكره بيوم المحاكمه اللي بده يحاكمني فيها اذا مريم العذراء غايبه بده ينطر تتجي مريم العذراء. مستقبل مريم العذراء مش رح تقبل معه انه انا اكون مش صالح، مش رح تقبل. ما هو عملها أمنا على الصليب، قال له انت يلا انت ام لها الشباب ولادها، بدها تدافع عنه. بدك تدافع. ايه بتوقع تروح على الجنه؟ حتما، مش بتوقع، اكيد حتما، والله بيسامحنا. مين الشخص اذا خيروك انه شخص واحد تلتقى فيه بالجنه، بيك امك، يعني اذا قالوا لك بس في شخص واحد؟ اولا الشخص اللي بدنا نلتقى فيه هو سيدنا يسوع المسيح، ومن خلاله بنلتقى بكل الناس. كل الناس بتشوف بعضها وبتحب بعضها، وهوليكي ما فيش لا بقى بكي ولا بقى في دموع، ما فيش الا حب وضوء سماوي بنعيشه. اكيد بنشوف اهلنا، بنشوف امنا وبينا واخواتنا وخياتنا. اكثر شيء لوالدك لوالدتك لاخواتك، مين هيك اكثر شخص عبالك؟ للدغري للشوق، ما بشعر بالشوق البشري، ما بشعر، ما عندي هالشعور، بس بشعر دائما بالحضور الفكري لامي ولبي، حاضرين بفكري دائما. حاضرين بفكرك وهن حاضرين بكتبك. حاضرين بكتبك ايضا. في قصيده انا كثير بحبها اسمها ابي، بكتاب حين تزهر الجراح، اذا فينا نقريها. هذا حين تزهر الجراح عم تشوفه على الشاشه. هيدا اولا، بس بدي خبرك كيف طلعت هالقصيده. هاي القصيده طلعت مش مثل ما بيطلع كل الشعر، او على طريقه ثانيه. يعني انا كنت نايم، كنت غافي، عم ببصر بنومي انه امي بعدها طيبه وبيي مات، اور الحقيقه انه امي كانت ماتت وبيي بعده طيب، بس انا بالمنام شفت انه امي بعدها طيبه وبيي مات، عم عزيها لامي، عزيتها بهالقصيده. عم عزي امي بهالقصيده، وعيت قد ما قدرت كتبت منها كتبتن، يعني قايل هالقصيده انا وغيفي. كان بيك بعده عايش؟ كان بيي بعده طيب. ايه بلا لامي، أبي يا أم لم يغب ولم يذهب
كمن لا ذكر يرجعه بلا حب بلا عتب. أبي ما زال في عينيك شلالا من الذهب، وما زالت لنا عيناه طيب مواسم العنب وعز عباءة القصب. أبي يا أم لم يهد لنا منه بدنيانا هدايا الدفء والتعب. أبي يا أمسي المسروق يا دفء الكوانين، بعشقته وثورته أبي نار البراكين، برقته وبسمته أبي زهر البساتين، وغمر من رياحين أبي إن شئت مكرمة فيا قبح الطواحين. شو حلو. وحب الناس فرحته فما القاه، وعشرته أبي يا خمرة الشبيب. هكان أبي إذا ما جملته أنا بهالقصيدة، هكان يذكرني هدير البحر شيئا من طبائعه، يذكرني عناد الصخر بعضا من مزاياه، ودنياه حدود الكون ما قيست بدنياه. يذكرني معاذ الله ما كنا لأنساه. يعني أنت أخذ طباعك من والدك؟ إيه، في كتير طباع أخذها من بيي، وأخذ شوي من أمي كمان. عنادك أخذه من بيك؟ أنا مش عنيد، أنا عنيد بالحق. على عناد بالحق؟ إيه أكيد عناد بالحق. هذا الغضب المقدس اللي حكى عنه حبيب بالأول. يمكن هيدي الصفة اللي الناس بتحبها فيك، الغضب المقدس. ما بعرفش، بس بعرف إنه أنا لما بيطلع خلقي بالحق بيطلع خلقي عن جد. إيه، مش عم أعمل تمثيلية، لانه شايف الحقيقه صادعه قدام مني. هيك يا خي، كيف عم تشوفوها غير شكل؟ للاسف حلقتنا وصلت لنهايتها ابونا. بدي اختم معك كمان ضمن كتبك وسؤال مش سياسي، لما تقول لي ما بدنا نحكي سياسي واكثر هو وطني، بكتاب حوار بلا الوان بتتطرق لعده فضائل: المحبه، التسامح، الرجاء، الصمت، الحكمه، الايمان. برأيك لبنان اليوم، نحن كلبنانية شو ناقصنا؟ شو أكثر فضيلة أو أكثر قيمة يمكن نحن بحاجة لها اليوم؟ نحن للدغري مش ناقصنا شيء، ناقصنا شغلة وحدة، نكتشف القيم والفضائل الموجودة فينا. بدنا نكتشفهم. نحن عنا إمكانية الحوار إلى ما شاء الله، عنا إمكانية التلاقي إلى ما شاء الله، عنا إمكانية اللقاء الآخر وعدم الرفض إلى ما شاء الله، موجودين بس بدنا نكتشفهم. مرات منتصرف عكسهم، منتصرف عكسهم. اللي ناقصتنا هلأ الفضيلة، إذا بدك هيك فضيلة وطنية، هي فضيلة الحلم اللبناني المقدس. ونو مين من العالم اليوم بيقدر يصور لي؟ يتفضل يصور لي الحلم اللبناني المقدس. نعم، وهذا الحلم رسالة للعالم كله، هذا الحلم قدوة للعالم كله. ايه مش سهلة، ربنا عطينا هالرسالة. برأيك اللبنانية هن اللي فرطوا بلبنان أو الخارج هو اللي حطنا بهيدا الوضع؟ كان ضربة ولا طعنة، الخارج لحاله ما بيقدر يعمل، إذا من جوا ما في مين يقول له كخ. حلقتنا وصلت لنهايتها للأسف. ما قلت اللي بنتك المفضلة إيه أو لا؟ لا، عندي قربت على التراتوبية. عندك شائب للتفضل. الله يوفقك. ثانك يو أبونا، وبتشكرك أنه خصيتنا. بعرف أنت ما عم تطلع أبداً على الإعلام، أنا مش عم بطلع على الإعلام السياسي، وجربنا اليوم نشوف الوجه الآخر لأبونا كميل، نتعرف عليه أكثر. الإعلام الثقافي، الأخلاقي، البيئي، إيه بطلع، ما عندي مشكلة. شكراً كثير. مش ممنوع علي. أبونا، مشاهدينا حلقتنا وصلت لنهايتها، أنا بشوفكم الأسبوع المقبل بذات الموعد نهار الأحد. أرفوار. تاس 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 بالكاميرا هون، أوكي؟ يلا أعطوني التوب. تفضل أبونا. بفتكر أنت بتعرفي مثل كل الناس صاروا يعرفوا إنه أنا ممنوع أحكي سياسي. بس رح نحكي شوي. أنا لا، ما رح نحكي ولا شوي. أنا ابن الكنيسة. هلا بنشوف بالحلقة. أنا ابن الكنيسة، وبتأمل تحطي كل هذا الكلام. أنا ابن الكنيسة وألتزم بقراراتها ومراسيمها وبقوانينها، حتى لو كنت مش عارف إذا هذا القانون موجود أو لا.
شو بتقول؟ بنفذ. فطلبت ما احكي سياسي، ما بحكي سياسي.